السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل يا شباب، لكن المرة هذه العاجل غير عن كل العواجل. المرة هذه العاجل ما حد كان متوقع إيش حيكون هذا العاجل بصراحة. عاجل من العيار الثقيل، لأول مرة تسمع مثل هذا العاجل، الله يستر. إيش العاجل يا أبو فارس؟ دخلنا في الموضوع سريع. العاجل يا حبايب أنه محكمة سنحان وبني بهلول حكمت بالإعدام على غالب القاضي، وجاء في منطوق الحكم أن غالب القاضي على حسب كلامهم ارتكب جريمة الزنا وهو محصن، وجريمة الزنا وهو محصن أيضا مكتوبة بأن حده الرجم حتى الموت. يا ساتر، العاجل هذا صراحة إيش غير عن كل العواجل. الله يستر ويسمعنا سمع خير يا رب العالمين. طبعا الحكم هذا يا شباب حكم ابتدائي، وأعتقد باقي يعني استئناف وباقي محكمة عليا، وطبعا الأخ غالب القاضي ما حيسكت وحيتابع الموضوع وحيطلع وينزل. بس الغريب في الموضوع أنه غالب القاضي بعد الحملة التي قامت ضده، وطالبنا طبعا كلنا باتخاذ العقوبات ضد غالب القاضي الذي يوزع سلال غذائية، واتهموه بعض الشباب واتهموه في بعض الفيديوهات بأنه يوزع سلال ويتزوج بنات وكذا، الكل طالب بعقوبة غالب القاضي كلنا جميعا. وغالب القاضي في آخر الفيديوهات اللي نزلها قال بيني وبينكم المحكمة، ما حكمت المحكمة بيننا فأنا مستعد. وأعتقد أن غالب القاضي هو الذي طلب المحكمة وطلب الخصوم إلى المحكمة، وها هي المحكمة يا غالب القاضي تحكم عليك بالإعدام إن شاء الله بإذن الله. إذا توفرت بقية التفاصيل سنوافيكم بها بإذن الله في فيديوهات أخرى وقادمة. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم، وأن يسمعنا دائما سمع خير، وأن يجنبنا الفتن والمشاكل والبلاوي ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.